طب احنا بقى اللي هيتطاير مع الهواء يوصل لكل مكان، ده ايه؟ مش ميه نظيفه ولا ميه معقمه ولا ميه عاديه حتى، ده ميه محمله بالبكتيريا، ده سلايفا، ده لعاب المريض. تخيل كده لعابه انت بتنشره في كل حته. احنا ده اللي احنا بنعمله، حاجه اسمها الاريسول. طيب الموضوع يعني مهم يا دكتور، الموضوع مخيف يعني. انا هقول لحضرتك، والفيديو ده هيكون صادم للبعض، الفيديو ده صادم للبعض. احنا عملوا تجربه لطيفه جدا خالص، واستبدلوا السلايفا اللي جوه داخل جوه فم المريض، استبدلوها بميه ملونه. يعني انا عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك تعالى نتخيل مع بعض ان احنا هنعالج مريض. المريض ده كل الفرق بينه وبين اي مريض تاني بنعالجه في عيادتنا ان الميه اللي موجوده في الاورال كافيتي بتاعته ليها لون احمر. وشوفوا ايه نتيجه اللي هيحصل. احنا بنكشف عادي، بنعمل اجراء الطب اللي احنا بنعمله عادي. بدايه انا هنا بكلمك عن الايرسول اللي هيطلع، وبكلمك عن استخداماتنا احنا، الجلافز اللي احنا لابسينه، الادوات اللي انا بستخدمها. هتبدا تاخد السلايفا، يعني الفيديو ده تحت عنوان ماذا لو كانت السلايفا لونها احمر. الادوات اللي احنا بنشتغل بيها، هتاخد السلايفا، اي دي جلافز اللي داخل جوه بق المريض خد الطبعه، خد اللون الاحمر. انا هنا بنتكلم عن احنا ممكن ننشر العدوى ازاي، بس محيط نبدا نشتغل. المايه اللي طالعه كلها بقت بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده كده، منظر لون احمر، فم المريض كله لونه احمر، الميه اللي بتتطاير خارج فمه، وده امر لا يمكن منعه. انا برش ميه في غالب ده اللي انا قلت لكم عليه، ان احنا بنرش ميه وهواء مع بعض، تبدا تتطاير في كل مكان وتيجي على وشك. ده بخلاف الاريسول، الادوات اللي حضرتك بتمسكها هتبدا كلها بالكامل تاخد نفس اللون، تاخد نفس الطبعه. انا بس بقول لكم الفكره، هبدا اشتغل بالهاند بيس، الاريسول اللي هيطلع من داخل فم المريض بس، يعني انتوا متخيلين كل حاجه بلمسها وكل حاجه حواليا بقى لونها احمر تقريبا، ولسه الوضع الكارثي اكتر. هنا بيعمل سكيلينج، يعني بيعمل تنظيف لسه بس، عشان الناس متخيلين كميه الاريسول اللي طالع عامل ازاي. ده اريسول، ده الميه بالهواء المعبئ، الميه بالهواء المتعبئه لون احمر هي كمان، بس طاير في الهواء. متخيلين كل شيء موجود حوالينا في العياده بقى عامل ازاي؟ الناس بتنزل العياده بتقعد تمسك كل حاجه كده ومبسوطه وعادي فرحان، بتصور ويسند وما اعرفش ايه، نازل العيادات والناس بتشتغل سكيلينج ومبسوطه. انا لسه ما دخلتش العيادات وبدات انزل عياده، مبسوط من نفسي وافتخروا بيا يا جماعه، انا نزلت العيادات، انا بدات اشتغل. طيب انت حضرتك عارف انت بتعمل ايه؟ انت مدرك خطوره اللي انت بتعمل، انت بتلعب بالنار. الفكره مش ان انا اسارع وان انا اخد لقطه الفيسبوك او الصوره اللي هتنزل على الانستجرام او اغير البروفايل بيكتشر بتاعتي. اللقطه ان حضرتك بتعمل مشكله، مشكله كبيره قوي لو انت مش فاهم، لو انت مش فاهم مشكله كبيره قوي ليك ومريضك والمرضى اللي هيجوا معاك بعدك. انتوا متخيلين حجم الكارثه بعد علاج مريض واحد بس، عشان اخد له اشعه وعشان اشتغل معاه واعمل له تنظيف وحشو عادي خالص. احنا انا مش بنتكلم عن جراحه، انتوا متخيلين حجم المشكله او حجم المصيبه اللي احنا موجودين فيها؟ احنا انا مش بنتكلم عن مريض عمل زراعه او عملنا له امبلانت او عملنا له عمليه جراحيه كبرى وشلنا له نص الفك، او كان عنده كانسر فعملنا له عمليه جنرال انستيزيا وشلنا له نص وشه او شلنا له جزء من فكه، او مريض عنده سرطان فبنستأصله. لا، ده مريض عادي خالص، عادي اللي بيجي لنا، عادي اللي بيدخل عندنا، انا اللي بيجي لنا في سنه ثانيه واللي بيجي لي في سنه ثالثه كليه، عادي اللي بيقعد على اليونت بتاعتي واللي بعمل له حشو عادي، ده المريض بتاعي انا، ده بعد شهرين هبقى انا في المكان ده. انتوا متخيلين ده اللي بيحصل معانا؟ انا عايز الفيديو ده يفضل في اذهانكم، عشان انتوا بتدخلوا العيادات وبتعملوا بلاوي، بيحصل كوارث داخل العيادات، لان مش مفهوم يعني انفكشن كنترول اصلا. فالنتيجه النهائيه ان كل شيء حوالينا بيتم تلويثه. يعني شايفين المنظر النهائي عامل ازاي؟ احنا هنا بس كل اللي عملناه حاجه واحده، استبدلنا الميه اللي موجوده بلون احمر، حطينا صبغه بس داخل فم المريض، بحيث ان كل شيء بنشتغل فيه ياخد الصبغه اللي لونها احمر دي، عشان احنا مش متخيلين احنا بيحصل لنا ايه، لاننا مش شايفين. احنا شايفين في الاخر الميه اللي ملهاش لون دي بتنشف، وبتيجي على جسمي بتنشف، وبتيجي على كل مكان وبتنشف، وما بشوفش حاجه وما باخدش بالي من حاجه، يا دوبك لو حته دم كده بتبان وخلاص، وناس كمان بتتهون معاه، يعني الدم نفسه، في ناس بتتهون معاه، تيجي تقعد على يوم تلاقي في دم عليها اصلا، ودي مشكله كارثه. فما بالك بقى بالمنظر النتيجه النهائيه اللي احنا وصلنا له. مريض عشان نخلص له كانت دي النتيجه، الدكتور بعد ما خلص حط ايده على جسمه وشاف المنظر ده كده، النابكن اللي على ايد المريض، شايفين الكارثه دي؟ دي كارثه، مصيبه، دي مصيبه بكل ما تحمله الكلمه من معنى كلمه مصيبه. الدكتور شغال او الدكتوره شغاله، متخيله ان اللقطه دي كلنا بنغلط فيها، ان انا طول ما انا شغال، انا شغال مع المريض، انا شايل الجلافز، انا كده خلعت الجلافز، الدكتوره خلعت الجلافز، خلاص انا في امان. يعني هي متخيله ان هي بعد ما خلعت الجلافز هي في امان، خلاص انا خلعت الجلافز. فتبدا انا وانا شغال في فم المريض، انا لابس الجلافز عشان انا جوه بقه، خرجت ايدي من فم المريض، قلعت الجلافز وسبته عادي، اقوم حاطط ايدي على جسمي اللي هو اصلا متعبي بكتيريا، اقوم ماسك اليونت اللي هي اصلا متعبيه بكتيريا، انا خلاص ما انا شيء. انا الناس متخيله ان الجلافز ده داخل فم المريض بس، وفي ناس حتى مش متخيلها، يعني في ناس يقول لك عادي مكشف من غير جلافز.
مكشف عادي بالدياجنوستيك. وفي ناس انا بس كمان عايز اكد لكم على مفهوم، شايفين ايديها، شايفين الايد، الايد اصلا عرقانه، والعرق نظرا للجرافز اللي احنا بنستخدمه ده، الناس لما بتستخدمه لفترات طويله اكتر من ساعتين هو المسام بتاعته بتفتح، فتبدا تدخل، بتدخل الاكسترنال سيرفيس بتاعه جوه. ان اصلا الجرافز ده مجرد ما انه يتبل في ايد حضرتك، يعني ده من ضمن المفاهيم اللي يعني شويه يعني الناس مش مستوعباها. ما انا لابس جرافز انا خلاص انا في حمايه، الناس متخيله ان مفيش حاجه اسمها عدوى وان مفيش حاجه اسمها انفكشن كنترول، انا لابس جرافز انا محمي ما عنديش اي مشكله خالص، ولما بخلع الجلافز خلاص ارجع انا كده خدت حرياتي بقى، يعني الموضوع بسيط اعمل اللي انا عايزه، يعني الدنيا معايا سهله جدا ومفيش اي حاجه خاف منها. الجلافز اللي بيتبل، بس انه يتبل تحس انه مبلول في ايدي، الجلافز ده بينشع ميته جوايا، واحنا كلنا ما نقدرش ننكر ده. انتوا بكره تلبسوا الجلافز وكذا، مجرد ان ده يدخل جوا ايد حضرتك خلاص انت متخيل ايه. انا بس اديت لكم مفهوم واحد بسيط عن ماذا لو، ماذا لو طبعا احنا بنسلم على المريض عادي. ده اللي بيتم، ده اللي يعني ده فيديو عن اللي بيتم في عياداتنا يا جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد، الفيس شيلد اللي احنا كنا لابسينه قلعناه وحطيناه على الترابيز عادي، وكل حاجه من حوالينا بقت عادي بالمنظر حضراتكم شايفينه ده. انا بس ده انا المفهوم ده انا حابب ان هو يستقر في اذهانكم بس، قبل اي حاجه تانية، مش مهم اي حاجه تانية، انا بس حابب ان المفهوم ده يستقر في اذهانكم. ان وانت شغال بتعمل الشغل العادي، بتاخد اشعه بس، وانك بتشتغل مع المريض بس عادي، بتعمل حشو عادي بس، او ان حضرتك شغال بتعمل سكيلينج بس، الحاجات اللي انتوا بتعملوها في الكليه، كميه التدمير واحتماليه اصابه العدوى حوالينا عامله ازاي. انا بس يعني الفيديو ده مش خيالي، ده فيديو واقعي ومش تاليف، لا ده من واقع حياتنا احنا، ما فيش حاجه فيه تم يعني تم افتكاستها او تم تزويرها، ده احنا كل اللي عملناه جينا داخل فم المريض وحطينا صبغه لونها احمر وبس، ما عملناش حاجه تانية، وسيبنا اللي يحصل يحصل بس. النتيجه النهائيه النابكن السلايفا جت على كل حاجه حوالينا في اليونت، على التيبل اللي حوالينا، على وشي انا، على هدومي، على ايديا، على الجلافز، على المساعد بتاعي، على الادوات الكمبيوتر اللي انا بستخدمه، او على الادوات المعقمه اللي انا فاكر ان هي معقمه الباقيه وهكذا. احنا ده بيحصل معانا واحنا مش واخدين بالنا. انا عايز حضراتكم بس تحطوا المفهوم ده في بالكم، ان مش معنى ان انا مش شايف اللي بيحصل معايا انه ما بيحصلش، هو بيحصل بس احنا مش شايفين. فالنتيجه النهائيه اللي انا عايزها هتوصل لحضراتكم هو ده. طبعا كل واحد دخل طب اسنان بعد المنظر اللي شافه ده، الحاجه الوحيده اللي هيفكر فيها اللي هو انا عملت في نفسي كده ليه، ده انا كنت فرحان انا داخل العيادات، انت انا انا انا, أنا جالي اكتئاب، يعني انا لسه ما دخلتش عيادات وفجاه جالنا اكتئاب، احنا هنتعرض لكل ده. فانت الموضوع احنا ممكن يعني الموضوع اسهل من كده، انت ليه مصعبه علينا، يعني الموضوع بسيط وسهل. بصوا يا دكاتره، يعني الناس اللي بتخاف يعني مش عايزه تكمل في طب الاسنان، يعني ممكن يستيب باك لورا ويرجعوا او يعملوا كارير شيفت في المستقبل. والناس اللي عندها استعداد ان هي تواجه الازمه دي، فالحل سهل، يعني الحل سهل. يعني ايه؟ انا طبيعتي ان انا اعرض طبيعه المشكله وضخمها، ولو هي فعلا ضخمه، لان انا خايف على حضرتك. النهارده احنا لو بنتعامل ان المريضه دي، الفيديو اللي احنا اللي اشتغل من شويه ده، احنا هنا ما قلناش حاجه مهمه خالص، هو المريض ده عنده ايه؟ ماذا لو ان المريض ده عنده السلايفا بتاعته فيها فيروس سي؟ ماذا لو ان المريض ده السلايفا بتاعته فيها فيروس بي؟ ماذا لو ان هي لو انت حضرتك عورت حته في اللثه بتاعته ففي شويه دم طلعوا فيهم ايدز؟ ماذا لو؟ يعني التخيل المريض ده عنده اي عدوى في جهاز تنفسي بتاعه، شويه الايروسول اللي انت بتتنفسه، انتوا متخيلين احنا متعرضين لايه؟ فاحنا هنا لسه ما ناقشناش ماذا لو ان المريض تعبان، انا بس اكلمك ان المريض سليم معافى ما عندوش اي مشكله خالص، بس شوف النتيجه النهائيه عملت ايه، النابكن وكل حاجه حواليها، شوف النتيجه النهائيه حصل فيها ايه. ففكره مكافحه عدوى اللي انا عايز حضراتكم تبقى في ذهنكم هي فكره بسيطه وسهله، ان احنا نوصل لمفهوم المفروض نعمل ايه، بس هو ده اللي انا عايز حضرتك تعرف. انا عرضت لحضرتك المشكله، وبعد كده هنقول لحضرتك ازاي تعمل ايه. طيب المنظر حضراتكم ده، المنظر قدام حضراتكم ده، ده دكتور ومساعد بتاعه بيعملوا حاجه لطيفه خالص، عارفين بيعملوا ايه؟ بيشيلوا امالجام، بيشيلوا امالجام. شايفين الدكتور، يعني طبعا هم متغلفين خالص، انت لو مش عارف ان ده دكتور اسنان، لو الناس مش عارفه ان ده مريض اهو نايم وحاطط له نابكن وعاملين رابر دام ايزوليشن،
الناس متخيلين ده مريض كورونا مثلا، واحنا بنتعامل مع مريض من الدرجه العشرة خطوره مثلا في درجات الخطوره اللي هو اعلى حاجه في الخطوره. لا ده مريض عادي جدا سليم خالص، ما عندوش اي مشكله خالص، بنشيله الامل جنب. بس ليه 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 بنعمل كده؟ بغض النظر يعني عن الوضع اللي انتم شايفينه ده، بس الناس بتتهاون، عارفين الامالجم اللي احنا الحشو الامالجم اللي احنا بنعملها دي، الناس عندنا في مصر بتتهاون بشده قوي في حته انه يشيلها، يقول لك عادي يا عم عادي، ايه الموضوع يعني بسيط، حاط الكونترا وفورها وطيرها. ناهيك عن الاريسول بقى المره دي، الاريسول ده اللي بيتطور في كل مره بيبقى ميه وسلايفا اللعاب، لكن هيبقى ميه وسلايفا السلايفا المريض او لعاب المريض، ومعاه محمل كمان بالميركري، محمل كمان بالزئبق اللي بيطير في كل حته واحنا بنستنشقه ونتنفسه، واللي هو اساسا كارسينوجينيك بالتاكيد. فدي نقطه. لكن قطع الامالجم البسيطه خالص اللي هتتكسر، لانه هيتكسر زي ما الحجاره بتتكسر، بتطير في كل حته حواليك، بتطير في كل حته حواليك. من فتره بسيطه دكتور اسنان منزل بوست على جروب، وليك مش عارف جروب المهتمين ولا كان جروب ايه، وبحكي حاجه بسيطه خالص، انا فقدت عيني، ربنا يعافي الجميع يا رب، فقدت عيني وعملت 10 او 15 عمليه في عيني عشان ارجعها ومش عارف، وفقدتها بالكامل. بس كنت بعمل ايه؟ كنت شغال عادي خالص وبشيل امالجم، وحته امالجم طارت دخلت في عيني، ومن بعدها حصل التهاب في عصب العين، ومن بعدها وصلت عملت عمليات وخدت علاجات، وفي النهايه وصلت للمرحله اللي انت شايفينها. هل امر يستحق؟ هل امر يستحق حتة امالجم يعني ان احنا يعني نستهتر بيها فتكون النتيجة هي حساب مسؤوليتنا او حياتنا؟ وده الموقف رقم 4 بضربه لكم، موقف خطيرة في العيادة، ان حضرتك تشيل امالجم او تشيل حشوة قديمة وانت مش مستعد، لا استعداد كافي، على الاقل احمي عينيك، احمي عينيك وكويس بشكل عام، لان انت عارف انت ممكن تقابل ايه. الناس اللي ما بتلبسش الاي جوجلز او الفيس شيلد انتم مش متخيلين انتم ممكن تقابلوا ايه. فالامر يستحق، الامر يستحق. فهي مش دعوة ان احنا يعني نبقى زي شركة المرعبين المحدودة، ولا ان احنا يعني يبقى شكلنا غريب، هي بالعكس يعني الناس متخيله قوي ان ده صعب وان ده غلط، لا ده الصح. في الموقف اللي اتعرض ليه بتاع الماسوره الكبيره دي، ده فلتر كبير عشان ما يسمحوش ان اي حاجه تتطير، ان يطير الاريسول يتسحب شفاط قوي جدا انه يشفط كل حاجه الهواء من اللي طالع من فم المريض، عشان احنا مش مستعدين ان ده يبقى موجود ويطير في كل مكان، لان هو كارسينوجينيك ونتعامل معاه لانه كارسينوجينيك، كان المريض ده لو بيعمل عمليه مش هيعملوا معاه كده. فطبعا الموضوع يستحق، طبعا الموضوع يستحق. فده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ان سواء انت شغال بايه او سواء شغال فين، فصحتك تستحق وصحة مريضك تستحق انك تاخد بالك وتعمل اللي المفروض تعمله في كل موقف بما يتناسب مع حجم وخطورة هذا الموقف. طيب الى هنا، الى هذه النقطه، كل اللي انا عايزه من حضرتك انك تكون عرفت اهميه وخطوره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. موضوع مكافحه العدوى مش بس فكره ان في ناس بتبقى مهتمه بالجانب النظري قوي في الحكايه او في الموضوع. فيا دكتور قول لي السؤال هنا هيجي ازاي، قول لي درجه الحراره بتاعه التعقيم قد ايه، دوره التعقيم بتكون قد ايه، الضغط بيكون فيها ازاي، انواع التعقيم ايه، قول لي السؤال ام سي كيو هنا ايه، سؤال الشورت نوت هنا ايه، انا عايز اعرف احل ازاي. ونسيوا حاجه مهمه قوي، ان قبل ما اعرف احل ازاي عشان اعرف اجيب تقدير، وان شاء الله ده هنأكد عليه ونعرف حلول الاسئله وازاي وايه الاسئله اللي بنسالها، لكن هو انا بشرح لي ده ليه، انا بدرس المنهج ده ليه، ما اكيد في منه استفاده اكبر من اني اعرف المعلومه والسؤال اللي جاي في الامتحان. ما فكره ان اعرف الدكتور قال ايه وبيحب هنا ايه وبيسال هنا عن ايه عشان ادخل امتحن، انا هنا بعدي يعني عارف، انا بدخل كده مكتبه كتب كبيرة مليانة ضخمة مثقفة مليانة ثقافات ومليانة معرفة، وبخرج مدخل من باب ده واخرج من باب ده لا اعرف غير اني دخلت وخرجت فقط، لا اعرف شيء تاني، وطلعت بتقدير اي مكان هو ايه. لكن في النهاية دكاترة، انعكاس المعلومة النظرية في صورة مفهوم اكتسبه عشان اعرف اتعامل مع المريض به، هو ده المغزى. واحنا متعلم ليه؟ هو مش الفكرة من التعلم انك تعرفي السؤال عشان تجاوبي، ولا انك تعرفي المعلومة العملية بتتعمل ازاي. ما انا ممكن اقعد ابص على حد بيعملها 100 مرة واعمل زيه في النهاية، لكن السؤال انك تتعلم كيف تكون طبيب. انت لما تتحط في الموقف واحتجت تغير الديزاين اللي انت شفته اتعمل 100 مرة ده وعرفت تعمله، لو احتجت تغير الديزاين ده هتغيره ازاي؟ ماذا لو انك تحتاج، ماذا لو احتجت تاخد انت القرار بنفسك، ماذا لو اتحطيت في كومبليكيشن، ماذا لو مريضك كان عنده مشكله، ماذا لو تعرضت لحاجه بخلاف المألوف العام عند كل الناس، ماذا لو. هو ده الهدف من التعلم، انك تعرف ثقافه انك على الاقل تسال السؤال، على الاقل تعرف تبحث فين. بعد كده تقول لي انا بنسى المعلومات دي مع الوقت، ما هو في حاجات في معلومات كتيره جدا انا هقولها،
انت حضرتك هتكتسب منها مفهوم عام، المفهوم ده هينعكس على شخصيتك. يعني على سبيل المثال اللي بيروح يتعلم سواقه السيارات، هو بيقعد مع الراجل اللي بيعلمه بيقعد يقول له ده كذا وده كذا وده كذا والفتيس هنا ما اعرفش ايه وهنا ايه ودرجه حراره ايه، بيتعلم معلومات كتير قوي. بس في النهايه كل المفروض يكتسبه حاجه بسيطه، انه يعرف يسوق بشكل تلقائي. يعني يعني الناس اول ما بتسوق بتقعد تبص على ده وسط البنزين وده وسط الفرامل وعايز اعمل ما اعرفش ايه وبيبقى متلخبط. مع الوقت مع التدريب بيبدا يعمل الحاجه دي بشكل لا ارادي تلقائيا، وهيعرف لما يتعرض لمشكلة يبحث عن ايه، على الاقل هيدور عن ايه، هيعرف الحل فين، هيعمل ايه عشان يلاقي حل. لكن واحد ما عندوش اي معلومة غير انه هو قاعد شاف حد بيعمل فعمل زيه وخلاص، طول ما هو الموضوع في اطار انه يقلد هو ماشي، بدأ يخرج عن فكرة التقليد وقف خلاص. ولذلك انا لما الناس بتكلمني ننزل مستشفيات نتعلم في المستشفيات اقول له لا ما تنزلش، لان انا فتره التدريب يا دكاتره وناقشنا الكلام ده في الفيديو بيتكلم عن التدريب، فتره التدريب مش هدفها انك تتعلم طب اسنان ولا تتعلم طب اصلا ولا تتعلم ازاي تخلع ولا تتعلم ازاي تحشي ولا تتعلم ازاي تعمل سكيلينج. ده مش هدف التدريب. لما تنزل تدريب ده مش هدفه، هدف التدريب انك تتعلم ازاي تبقى جزء من منظمه صحيه طبيه، ده هدف التدريب. ازاي تتعلم تتكلم، ازاي تتعلم تناقش، ازاي تتعلم تسمع، ازاي تتعلم تمانج، ازاي تتعلم ادويه، ازاي تتعلم محافظه على نظافه و اللهم صل على محمد تعقيم المكان. ازاي الموضوع بيتدار من باب مبدا الحسابات ومن مبدا توزيع المهام، انك تبقى فرد في مؤسسه طبيه. لكن مش انك تتعلم طب اسنان، ده اخر حاجه. انت تتعلم طب الاسنان تتعلمه اصول طب الاسنان في كليه وفي الكورسات الحقيقيه الكامله المكمله المفصله، عشان اللي خرجت الدكتور اللي حضرتك شايفه ده بيعرف ياخد القرارات تخرجك انت كمان عشان تعرف تفكر وتاخد القرارات. لكن هو ما عندوش استعداد يقول لك هو انا عملت هنا ايه ليه، مش هيشرح لك، مش هشرح لك، لكن كتاب هيشرح لك، الدكتور في الجامعة هيشرح لك، الكورس هيشرح لك. في النهاية انت لازم تتعلم العلم الحقيقي في مكانه، العلم الحقيقي في مكانه وتحطه في كل حاجة في مكانه. لكن انا بستعجب واستغرب ان في ناس، انا مبسوط ان الناس تنزل المستشفيات او عيادات بس تبقى عارفة هي نازلة تتعلم ايه. لكن انا نزلت المستشفى وخلعت اول خلعة، جميل عظيم، اكتسبت الثقة في نفسي، حلو قوي، مبقتش خاف، جميل جدا. بس اتعلمت ازاي ادي بينج، سؤال، اتعلمت ازاي تدي بينج صح ولا لا؟ ما هو انت احنا اتعلمنا ازاي ندي بينج، السؤال بقى اتعلمت ازاي ادي بينج صح ولا اي بينج وخلاص؟ اصله ما تخدر يا دكتور، مش معنى انه تخدر ان انا عملت صح، مش معنى، عادي خالص. انا ممكن اجيب واحد اقول له انا عندي فيه فار في جوه بيتي ادخل امسكه لي، فيقوم داخل ماسك شومه مكسر كل حاجه في البيت، مدغدغ كل حاجه، وبعد ما كسر كل حاجه وشال كل العزال رماه في الشارع، قام فضل هو والفار لوحده وقام مطلعه قال لي اتفضل انا مسكت لك الفار. ده هل ده ممكن نقول ان هو عمل الشغل على اتم وجه؟ وممكن اجيب واحد تاني فنان دخل عارف يعمل ايه كويس واصطاد وساب كل حاجه سليمه وخرج. هو ده الفكره، مش معنى ان انا خلعت ان انا صح، مش معنى ان هو اتخدر ان انا صح، مش معناها خالص، مش معناها كده، مش معنى ان الحاجه اللي كنت شايفها مشكله راحت ان انت كده حليت المشكله ابدا اطلاقا. الموضوع كله بيتحل في مضمونه في البروسيجر الكامله اللي بتتم. واهم اهم خطوات البروسيجر ده ان كل خطوه في البروسيجر اللي بيتم او في سلسله العلاج تكون محفوفه تحت عنوان او تحت مظله كبيره جدا من مكافحه العدوى. دي غايه في الاهميه. يعني اي مكان البروسيجر حضرتك راح تعمله لازم يكون تحت مظله مكافحه العدوى. وبعد كده نبدا نتكلم البروسيجر اصلا ستيبس، يعني يعني داخل اخلع. اول حاجه لازم انفكشن كنترول كله صح، ثم نتكلم بقى البنج هيبقى ازاي والاناتوميكال لاند مارك عندك ايه، لو المريض بتاعك ما تخدرش هتعمل ايه، لو السنه بتاعتك ما رضيتش تطلع من اول مره هتعمل ايه، الحركه اللي انت بتحركها هتتحرك ازاي، كل سنه فيهم لها حركه مختلف. احنا بنمسك فاكرين ان الخلع امسك الكماشه وشد شد زي المسمار هيطلع، لا لا، كل حاجه لها 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 تكنيك. ازاي اني نوع انسترومنت تستخدمها، تحطها في اني مكان، اي حركه اتجاه الحركه، اول اتجاه الحركه، مش بس اتجاه الحركه، اول حركه تتحركها تكون في اني اتجاه، اول حاجه تعملها ايه، ايدك اللي بتستخدمها بتبقى ماسكه ازاي، انت وقفتك ماسكه ازاي، المريض يكون في اني بوزيشن، مايل ولا قاعد ولا قاعد عامل ازاي، اللايت اللي انت شغال بيه عامل ازاي، تمام. الاداء لو بعد كل ده السنه ما طلعتش تعمل ايه، لو البنج ما رضاش يشتغل هتعمل ايه، تمام. لو المريض بتاعك عنده مشكله صحيه تعمل معاه ايه، كل ده ما ينفعش يعني ولسه تفاصيل اكتر، انا بس عشان مضمون المحاضره الاساسيه ما ينفعش كل ده نقوم مختزلينه في نقطه انا انا خلعت السن. فالجراحه مش انك تتعلم ازاي تخلع السنه ولا تعملها، لان انت اللي عايز يخلع السنان بس وخلاص، دي كل مشكلته انه يتخلع يخلع السنان، يروح يقف في مستشفى 3 4 ايام هيشوف الناس بتعمل ايه هيعمل بس. لكن انت في الجراحه بتتعلم ازاي تكون طبيب اسنان يقوم بالاجراء الطبي في كل احتمالاته، في كل احتمالاته،
ودي نقطه. ولذلك تدرسوا كل المنهج ده. واول مظله تخيم على جميع انواع البروسيجر اللي انت بتعملها هي مظله مكافحه العدوى، سواء كان في الجراحه او في غير الجراحه. لذلك احنا بدانا فيها الكورس بتاعنا مش لانها تهم الجراحه بس، تهم الجراحه وغير الجراحه. قلت لكم انت هتشتغل طب اسنان اوبرتيف حشو عادي هيهم الجراحه، هتشتغل فيكسد هيهم الجراحه، الجزء الانفكشن كنترول ده يهمك وانت بتعمل اجراء طبي. كل حاجه كل كلمه هنتكلمها في الانفكشن كنترول تهمك وانت بتعمل اي اجراء طبي مهما كان بسيط مهما كان كبير حتى لو ما كانش جراحه في حد ذاته. طيب السايكل، عندنا حاجه اسمها سايكل اوف انفكشن كنترول. ما هي السايكل اوف انفكشن كنترول؟ يعني محاور الانفكشن كنترول. يعني ايه؟ انا عندي اربع حاجات اساسيين في عياده طب الاسنان: الطبيب نفسه واي طبيب شغال في المركز، التمريض واي تمريض شغال في المركز سواء كان داخل الغرفه او خارج الغرفه، اي حد بيدخل جوه غرفه الكشف او بيعقم ادوات. ثالث حاجه المريض نفسه، المريض او اي او مجموعه المرضى كلهم، المريض اللي قاعد وكلهم اللي قبله واللي بعده. واخر حاجه التكنيشن، المعمل اللي احنا شغالين بيه. دول اربع ركائز اساسيين من الممكن نقل العدوى منهم او اليهم، يعني يمكن حملهم للعدوى ونقلها منهم او اليهم. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان احنا في مكافحه العدوى يجب ان احنا نكسر انتقال السايكل دي. يعني انا في مكافحه العدوى مش معناه ان المريض يجي لي بمشكله فانا عايز اعالجه، انا ما بعالجش. مكافحه العدوى لا تعالج المريض من مرضه، ولا تعالج الطبيب لو كان عنده مرض، ولا تعالج الاسيستنت، لا نعالج اي احد. احنا مش عايزين حد يتعالج هنا في مكافحه العدوى. امال انت عايز ايه؟ انا عايز ان العدوى تفضل عندك انت. يعني انت عايزني افضل مصاب؟ لا انا مش ضدك، ربنا يشفيك ما عنديش مشكله، بس انا مشكلتي هنا انك انت تنقل عدواك لحد تاني، هي دي مشكلتي. انا بقى كل اللي انا عايزه ان خلال الاجراء الطبي تفضل المشكله عند صاحبها، لا تنتقل لغيره. فلو الطبيب هو المصاب لا تنتقل الى مرضاه ولا الاسيستنت ولا التكنيشن، لو المشكله في البيشنت لا تنتقل لمرضى اخرين ولا الطبيب ولا الاسيستنت ولا التكنيشن. لو المشكلة ان احنا حليناها في كل الاحوال دي ما تبقاش المشكلة في المعمل برضو. يعني ايه يا دكتور مش فاهمين؟ يعني في ناس كتيرة قوي بعد محاضرات الانفكشن كنترول بتبقى العيادة بتاعتهم بيرفكت، حاجة زي الفل ممتازة، كل خطوات الطبيب صح، كل خطوات التمريض صح، كل التعامل مع المريض صح. وبنسى حاجة مهمة قوي، ان كل اللي بيتعامل معاه ده داخل عيادته يقولك انا مظبط كل حاجة في بيتي. بس انت بتنسى حاجة مهمة قوي، ان في حاجة بتخترق هذا البيت، ايه؟ المعمل، شغل المعمل. هتقول لي يا دكتور يعني ايه؟ يعني انت الناس حتى في التربيه الاب والام يبقى عاملين كل حاجه ماشيين الاولاد على عجين مخلوق ما يلخبطوش، وبينسوا حاجه مهمه اللي في ايديهم. ما هو ده بيخترق المنزل وانت مش واخد بالك، ده حد بيربي اولادك معاك في نفس الوقت. يعني احنا البيئه الجديده والاجيال الجديده ما بتاخدش دلوقتي الافكار من المدرس في المدرسه ومدرس الفصل وامام الجامع واخويا الكبير وابويا. الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك والفيديوهات والريلز هم دول المعلمين الجداد، هم دول، هي دي الثقافة الجديدة، هي دي اللي بتزرع في الناس. فانت بتبقى عاملين كل حاجة تمام ونقول هو ليه الدنيا باظت؟ ليه وصلنا للمستوى ده؟ لان احنا غفلنا عن اللي المفروض ما نغفلش عنه، او الحاجة الخفية اللي احنا متخيلين ان مفيش فيها مشاكل، لكن هي فيها مشاكل. نفس الكلام في مكافحة العدوى، دكتور مظبط عيادته، التمريض بتاعه مظبط، المريض بتاعه كل حاجة تمام، بس الناس حاجة بسيطة خالص، انه بيتعامل مع معمل، بيجيب له تركيبات يلزقها، بيجيب له امبريشن، بيجيب له ماتيريال، بيجيب له كل حاجة من الحاجات دي. الحاجات دي مش معقمة، انت مظبط كل حاجة من حواليك، بس الادوات بتاعتك هنا مش معقبه. انتوا هتيجوا السنه دي لما بتيجوا تشتغلوا بداتوا تعملوا تركيبات، انتوا متخيلين ان مكافحه العدوى داخل العياده داخل السكشن، فانا طول ما انا بتعامل ده موقف رقم 5 المواقف الخاطئه اللي احنا بنقع فيها، طول ما انا بتعامل مع مريضي انا لابسه جلافز وماسكه الماسك وعامله وحاطه الفيس شيلد ومظبطه حالي خالص، خلعت خلصت خلاص خرجت بره السكشن غيرت كل ده ورميته وانا دلوقتي حره طليقه ما عنديش اي مشكله خالص. فباخد الادوات بتاعتي اوديها للمعمل والمعمل يخلص شغله ويجيبه لي ويرجع، فبيديني الشغل بتاعي وانا جاي في الطريق، فاقوم ماسكاه فاتحه بايديا عادي خالص وماسكاه وبص عليه. طب معلش سؤال واحد، سؤال بس بسيط، هو نفترض ان حضرتك السيناريو كالاتي: انا اشتغلت المريض التركيبه فبردت له السنه، فالسنه بتتبرد كان في شويه دم على الجنجفا، فانا خدت امبريشن، الامبريشن بقى عليه الدم اللي احنا قلنا عليه، افتكروا الفيديو، الامبريشن بقى عليه الدم، الامبريشن راح للمعمل، المعمل صبه، فالدم اتنقل من الامبريشن للكاست، المعمل بدا يشتغل،
وبدا وكل ده خلاص ما انت انت بقايا الدم وخلاص مش لازم يبقى لون دم بقى بعد دم بقايا ولا وليكن بصب المعمل للشغل بتاعه وبقى معاك الكاست بعته لك. احنا هنا مش في السكشن ومش بتعامل مع مريض يبقى ما البسش جلافز واموري عادي خالص. اقوم فاتح العلبه بتاعه المعمل بقى تاني وماسك الجلافز في الكاست في ايدي واقعد العب فيه كده واقعد اركبه وانا مبسوطه بقى. اول حاله تركيبات بعملها وبعد كده اقوم ركنه على جنب اقوم قايل لصاحبتي تعالى يا سهير بصي بصي الكاست عامل ازاي ونقعد نبص على الكاست ونقعد نبص على ده جميله جدا والله ما شاء الله ده حاجه حاجه فظيعه. وبعد كده نقوم حاطين كاست جنبنا على البنش او على التيبل اللي احنا قاعدين عليها ونقوم مطلعين سندوتشات ونقوم واكلين وخلاص. عايز اقول لكم ان دي كارثه كارثه يا جماعه. دكتور ما احنا بنعمل كده وما حصلناش حاجه. ماشي مش شرط انك يحصل لك حاجه. لو ما حصل لكش حاجه النهارده مش شرط انه ما يحصل لكش في المستقبل. مش معنى ان هي عدت النهارده ان كل مره هتعدي. يعني ده مش معناه ابدا اطلاقا ان هي ماشيه النهارده يبقى هتمشي على طول لا اطلاقا. فكل عايز انت عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول ان محاول مكافحه العدوى عندما تتعامل مع اي فرد من الافراد الاربعه دول يجب انك تاخد محاور العدوى كامله او فكره مكافحه العدوى بشكل كامل او انك تستقر في ذهنك ازاي تكافح العدوى دي بشكل كامل. ايه المفروض اعمله بقى؟ يعني اعمل ايه؟ يعني كلنا نمشي حاطين ام يعني على علينا ونمشي بالجلافزات على طول؟ يعني هو ده اللي انت عايزه؟ يعني انت عايز المنظر ده؟ انت عايز المنظر ده ابقى ماشيه في الشارع وماشيه في المكان ولابسه جلافز وماسك في كل حته يعني؟ طب ما انت يا دكتور بتقول لنا ان مكافحه العدوى عندنا في طب الاسنان. طب معلش يا دكتور ما انا ممكن اكون في المواصلات عادي خالص باخد فلوس من حد عشان احاسب يعني انا قاعده فبيجمعوا الاجره قدامي يا رجاله ادفعوا الاجره يلا لموا الاجره. فالمريض اللي ورايا اصلا كان مكحكح في الخمسة جنيه اللي بيديها لي قبل ما اديها لي فانا خدتها مسكتها في ايديا وقدمتها للي قدامي والفلوس اللي احنا خدناها بقى خلاص كلها كذا. انا طلعت المترو واقفه مستنيه دوري فواقفه عشان بتحرك فمسكت في السلسله وطلعت الاتوبيس مسكت في السلسله. طب مش ايش ضراني ان اللي قبلي ده ما كحش هنا او ما جاش عليه اي رزاز من اي نوع؟ ما يعني نعمل ايه؟ يعني الحياه هتبقى ازاي؟ يعني الحياه المفروض تبقى ماشيه كده يعني يمشي كده يعني؟ لا ده اصلا كارثه. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كارثه. ده غلط ده غلط. ما توهتنا يعني المفروض نعمل ايه؟ ما انا هقول لك لسه نعمل ايه. انا بس بعرض لك جوانب المشكله. مبدئيا حتة ان انت تركب اتوبيس او انك بتمسك بتركب المواصلات فتمسك فلوس او بتروح تتعامل تطلع في المترو او بتمسك حاجة مكان حد او بتاخد كتب حد او بتشيل حاجة مع حد او بتاخد بتشتري فاكهة او بتمسك اكياس في السوبر ماركت. كل ده انا متأكد يقينا وانت متأكد يقينا ان هو في احتمالية اصابة العدوى. تمام عظيم. حله ايه؟ حله بسيط خالص ان بعد ما تمسك كل الكلام ده وبعد ما تمسك الفلوس وبعد ما تعمل كل ده اقعد 10 ساعات ما تحطش ايدك على عينيك ولا تحط ايدك على وشك لا تحط ايدك في بقك ولا تحط ايدك على عينيك. يعني لا تدعك عينك ولا تحط تاكل حاجه في بقك او تحط ايدك في بقك. بس طول ما اقعد طول اليوم بره ال 24 ساعه ماسك في فلوس وعمال تعد في حاجات وتمسك في حاجات وتمسك في المترو وتطلع وتنزل طول ما ايديك لسه ما اتحطتش في بقك ولا في عينيك انت كده في امان. ليه؟ لان ربنا احنا المفروض خدنا حاجه في المايكرو اسمها الاميونيتي او المناعه. ربنا لانه عارف طبيعه البيئه من حوالينا ربنا وهب لنا درع حمايه طبيعي تلقائي الا وهو السكن الجلد. الجلد ده لا يمكن اختراقه. ده لا يمكن. ده جدار مناعي لا يمكن اختراقه. يعني مهما تكون ايديك ملوثه بالبكتيريا طول ما هي على ايديك هي على ايديك لا يمكن ان هي تخترق ايديك مهما حصل الا لو كان في ايدك تعويره او في ايدك تعورت او اتجرحت. ولذلك اول ما حد بيتعور او جرح يقول لك طهر مكان الجرح عشان ما يبقاش في اي فرصه لاي بكتيريا موجوده على السطح ان هي تدخل من الفتحه اللي توجد دي. يعني من الاخر ربنا حامينا ببوابات مغلقه لا يمكن اخترقها الا لو احنا فتحناها بنفسنا. اما ان حضرتك جلدك يتعور باي شكل من الاشكال او انك تاخد ايدك اللي على البكتيريا اللي على الحصن المنيع ده تقوم حاططها انت داخل فمك او في عينيك او تدخلها في اي او تهرش بيها او عندك حبايه فتقوم عاملينها معورينها وفاتحينها خلاص انت كده خدت البكتيريا وعديتها من البوابه. عارف انت لما يكون فرد امن واقف مش راضي يعدي حد فيقوم واحد كبير كده معدي يقول له والنبي عديني فتقوم انت معديه من البوابه. انت كده عديت البكتيريا من البوابه لا تلومن لنفسك. فطول ما انا عايش في بيئه محاطه بالبكتيريا في كل ناحيه كل مطلوب مني حضرتك حاجه واحده بس انك ما تخليش البكتيريا تعدي من البوابه. بس في اللحظه اللي انت بيبقى مطلوب منك تاكل في اللحظه اللي بيبقى مطلوب منك يعني عايز تهرش عايز تعمل اي حاجه عايز تعمل اي حاجه مجرد ان انت خلاص هتعدي البوابه دي خلاص قوم اغسل ايديك حط كحول على ايديك. يعني بعد 3 ساعات بعد 5 ساعات قوم اغسل ايديك. عايز اروح اكل في مطعم ما تاكلش انا ما اغسل ايديك. بسيطه خالص ميه صابون وخلصنا. ما تغسل ايديك بس. جيت من الشارع من بره بعد يوم طويل قبل ما تعملي اي حاجه في اليوم اغسلي ايديك بس. موضوع بسيط خالص.
يعني مش محتاج. انا بقول لك المشكله كبيره وحلها بس بسيط. طيب يا دكتور فكره برضو مكافحه العدوى ان احنا اما نروح اغسل ايديا يا دكتور اللهم صل على محمد هتفهموا بعد شويه في ممكن تحصل مشكله اثناء غسيل الايدين وبرضو اقول لكم الحل بتاعها ايه. دايما في حلول بس اهم حاجه ان احنا نعرف فين المشكله عشان نلاقي لها حل. طول ما انا عارف ان مفيش مشكله اصلا من اللي انا بعمله مش هغيره، لكن لو انا عرفت ان في مشكله هغيرها بالحل. بس الاهم ان احنا نعرف المشكله، ودايما اول خطوه في علاج اي مشكله ان احنا نحدد طبيعه المشكله، وده اللي انا بحاول اعمله. طيب ليه بقى بتقول لنا ان المشكله دي اصلا، انا لحد دلوقتي لسه ما اتكلمتش عن جراحه، ليه بتقول لنا المشكله؟ انت قلت لنا ليه ما نعملش كده، ما احنا شوف ناس كتير عامله كده ايام الكورونا.